كوباية دقيق، عايزين نص كوباية من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، 3/4 كوب من السكر الباودر، 2 معلقة كبار من القهوة سريعة الذوبان، 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، يا ريت يبقى كاكاو خام فاتح شوية مبقاش غامق قوي، 1.5 معلقة حليب، 4 معالق كبار من النشا، 1/4 معلقة صغيرة بيكنج باودر، صفار بيضة، 1 معلقة صغيرة من الفانيليا. يلا بينا المضرب الكهرباء معانا، الطبق اللي هنعجن فيه، البولة، أول حاجة بنحطها الزبدة، والزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة مش ساقعة زي ما اتفقنا على الوصفة الأولانية اللي عملناها بالمقرمشات، كنا محتاجينها تكون ساقعة، دي بدرجة حرارة الغرفة يعني يا دوب طرية. عايزين معاها هاخد صفار البيضة، هاخد كمان الفانيليا، عندي هنا كل المواد الجافة هحطها على بعض علشان ايه نبقى برضو واضحين، نعمل كده، ادي الدقيق على ده، السكر الباودر صح، ده النشا اعمل ايه طيب اكتبوا لي نشا، لا هو ده السكر، اوكي نحط السكر هنا ونحط النشا هنا، كل الحاجات البيضه دي ابيض فابيض، عارفه حلمت بحاجه ابيض فابيض، بيكنج باودر، اللبن معايا، الكاكاو الخام والقهوة هخليهم معايا هنضيفهم واحدة واحدة. يلا بينا. عايزه اضربها بزياده قوي ولا اي حاجه، انا بس عايزه كل مقداري، وانا هلملم الباقي لان انا كل السكر اللي عندي هنا هو سكر باودر وكله تمام يعني، فننزل ايه، تعالوا بقى ايه ننزل كده بمقدارنا ونلم العجينه ونحط اللبن، هنحط القهوه، هنحط الكاكاو، بس انا مش هزود قوي عشان انا خايفه من الكاكاو اللي عندي لان انا دايما عندي كاكاو غامق وبيغمق لي الحاجه، وعايز انتوا عارفين ان انتوا بقى ممكن مكان اللبن شويه اللبن الصغيرين دول ومكان القهوه سريعه الذوبان يبقى عندكم مثلا اسبريسو وتقوموا حاطين الاسبريسو، او نحط اللبن، حاطين اسبريسو فنجان قهوه فيبقى طعم القهوه مش قهوه بقى سريعه الذوبان بس، لا اسبريسو فبيبقى طعمها قوي قوي. انا هحط اللبن وهلم العجينه واحده واحده، بصوا الكاكاو عندي غامق ازاي اهو زي ما توقعت، هنزل مقدار الدقيق والنشا بس واحده واحده عشان مش عايزه العجينه تبقى ناشفه مني، على حسب نوع الدقيق بلم البسكوت، مش عايزه احط كل مقدار الدقيق مره واحده والنشا يعني، مش عايزه البسكوته تبقى ناشفه. بإيدك اشتغلي من غير جلوفز عشان ايه ما يتلزقش فيكي كده زي ما هي ايه عماله تلزق في ايدي. شفتي بقى لو كنا حطينا كاكاو كان زمانها العجينه لونها اسود. انا ممكن اقف على كده وما احطش دول بس عايزه ابص لسه، لا لسه يا دوب ماشيه على المقدار بالظبط يعني قلت مثلا معلقه ولا حاجه، لكن هي كده زي الفل، مش هنزود بقى ايه دقيق تاني ولا كاكاو تاني ولا اي حاجه عشان ما تبقاش البسكوته ناشفه، تبقى البسكوته حلوه وجميله.
يلا بينا. نطلع الصاج، نشيل الأشياء بتاعتنا، ونبتدي نشكل البسكوتة بتاعتنا. طبعا البسكوت ده فيه بيكنج باودر، فناخد بالنا من النقطة دي، ده معناه ان هو هينفش، فايه نعمله كده. طبعا حجم البسكوتة عايزينها كوكيز، عايزينها على شكل حبة البن، ده براحتكم يعني. انا مثلا ايه عندي كده الشكل ده اللي هو ولا حاجة، بنعمل كده بصوا زي الزرار كده، وبنسيبها بالشكل ده، وبعدين بظهر السكينة بنديها الشكل بتاع حباية البن. وأول ما هتسيبوها هتلاقوها على طول مسكت نفسها كده. أنا بحاول أخليها بس إيه الأولانية مطلعتش مني شكلها بيضاوي، فبحاول أخليها بيضاوية الشكل شوية عشان تظبط معانا زي حباية اسمها ايه النوى بتاعت التمر شويه. ريحه البن فيها حلوه قوي. بصوا هوريكم بقى الشكل بظهر السكينة عشان تبقوا برضو ايه معايا في الفكر، بظهر السكينة مش بالسكينة نفسها، بنديها ايه الشكل ده كده كده اهو كده اهو كده بس، فتدينا شكل حباية البن. ليه؟ حاضر. هنا بقى بديها شكل بالمرة وانا واقفة. ايه ايه انا عندي صاج هنا المفروض ان هو يدخل الفرن، فانا ممكن اعمل كده واروح ايه اكمل ده في الفاصل وندخل ده الفرن، بس هو عايز نكمله الاشكال بتاعته. تعالوا نكمله مع بعض. ده مسك نفسه خالص. شايفيني؟ طبعا هو لو ما اخدش شكل البن مش هيبقى حلو، فيعني حاولوا تدوله الشكل ده، مش هياخد منكم وقت كده. تمام ولا في تاني لسه؟ انتوا شايفين ايه؟ لا لسه. برافو عليك يا رغدة، شكرا، ميرسي، احسن برضه. يلا بينا برضو البسكوتات في حدود من 8 ل 10 دقايق بتبقى طلعت وبقت زي الفل.